السلام عليك يا شيخ. وعليك السلام يا باسل. جزاك الله خير طال عمرك. آمين وياك، تفضل. طبعا من خلال الحلقة خطر على بالي سؤال. أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويغفر الذنوب إن شاء الله بإذنه. نعم. غفر يعني فلنفرض أنه غفر لشخص معين عمرك. نعم. وهذا الشخص يعني في السابق ظلم ناس، اعتدى ناس، أكل حقوق الناس. كيف الله يرد المظالم إلى الناس أو ياخذ حق الناس؟ اسمع. يعني إيه اسمع، أنا أريد أن تمشي خذ هذا أمس سؤال سؤلت لكن سأعيده. من رحمة الله أن العبد إذا تاب وأناب يتكفل الله بتبعات الذنب. كيف؟ من رحمة الله، يعني أنا مثلا يا أبو سعيد، يا أبا سعيد سرقت منك 1,000,000 درهم، زين؟ معي أنت؟ نعم معك. ثم مر علي الزمن فصرفت 1,000,000 وما عندي فلوس أردهن، تبت لله عز وجل. من رحمة الله إن صدقت التوبة يقول الله عندي تبعات الذنب لا تشيل هم. كالقاتل والمقتول، يأتي المقتول يوم القيامة يقول يا رب خذ حقي من هذا المجرم وسله لما قتلني. المقتول ماذا يريد؟ يريد الجنة، صح؟ نعم. رغم أن القاتل تاب، يعني هو قتله ثم تاب بعد القتل، تاب، قدر الله أن يتوب وصدق بتوبته. فالآن هو ما استطاع أن يرجع الحياة له، يعني أنا لو قتلتك وتبت أليس من شروط التوبة أن أرجع الحق لك؟ أنا أخذت حياتك كيف أرجع لك الحياة؟ ما أستطيع، صح؟ فالله عز وجل شانه يقول للمقتول انظروا لهذا القصر، فينظر المقتول يقول يا رب هذا لأي نبي؟ يقول هذا لك إن عفوت عن أخيك. فيقول المقتول عفوت عنه يا رب، فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. فمن رحمة الله أن العبد إذا تاب وأناب واستقام وعجز عن إرجاع الحقوق لأصحابها فإن الله يتكفل بهذه الحقوق وتبعات التوبة في اليوم الآخر. نعم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مشكور يا شيخ.